السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس يحيى العارف، وإن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن البامس. البامس معروف عنها إن هي من أشهر الإكويبمنتس اللي موجودة في المصانع واللي بنتعامل معاها دايما، سواء كان في بتروليوم بلانت أو حتى بتروكيميكال بلانت. طيب بالنسبة للبامس برضو، هي الموضوع مهم بالنسبة لها، لأن حتى الكهرباء اللي بتستخدم في او اليوتيليتي الباور يوتيليتي في المصانع بتمثل في حوالي 25 ل 50%، فانا لقيتها من افضل الحاجات اللي احنا نبدا نتكلم بيها. وبالمناسبه يعني الكونتنتس بتاعتها او الكونتنتس بتاعت الفيديو ده، هنتكلم عن بعض او هي البامبس، وهي الاوبجكتيف بتاعها او بتعمل ايه. كمان هنتكلم عن انواعها، طبعا الانواع بتاعتها كتير جدا 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 لا تحصى، وكمان هناخد بعض الانواع او ناخد النوعين الاساسيين منها، وهنبتدي نعملهم فورماليزيشن والكلام ده كله. بعد كده هنبدا نتكلم عن البرفورمانس كيرفز، ودي حاجه مهمه جدا. ده غير كمان لازم نعرف بموضوع البامبس كلها، مش جاست بس منحنى الاداء او البرفورمانس كيرفز، لا ده احنا هنتكلم عن اللينجوس اللي هي الترمينولوجيز اللي بتستخدم بتاع البامبس. الناس اللي بتشتغل مع الموضوع ده بيقولوا ايه المصطلحات بتاعتهم. طيب بعد كده هنشوف برضو بعض مشكلة سيمبل اوبريشن كيز، يعني مشكلة صغيرة كده بس، وكمان هنشوف البروسيس سيفتي بتاعت الموضوع بتاع البامب ده، ايه الفيلر اللي ممكن يحصل، نعالجه ازاي، ترابل شوتينج، بعض المشاكل من الصناعة اللي موجودة، ونشوف يعني قد ايه المشكلة بتاعة البامب دي بتكون كبيرة جدا. كمان هنشوف الكافيتيشن، وفي مشاكل كتير بتحصل، هناخد الكافيتيشن ككيز ونبتدي نشتغل عليها. طيب الحاجة التانية، طب هنبدأ دلوقتي نتكلم عن البامبس والأوبجيكتيف بتاعها. طب البامب دي غالبا بيكون ليها أوبجيكتيف محدد، وهو ان انا عايز ارفع البريشر بتاع اي ستريم عندي في المصنع. فزي الكيز اللي عندنا، عندي فراكشنيتور وهدخله الفيد بتاعه، فالطبيعي ان ده عالي عن مستوى الارض، فبيسموه ستاتيك هيد. فعشان اتغلب على الجاذبية والستاتيك هيد ده، بضطر احط البامب. ممكن كمان تاني يبقى عندي ان انا البامب بنقلها من مكان لمكان بالشكل اللي قدامنا ده، زي ان انا عندي ستورج تانك وهرفع البريشر فيسل، البريشر فيها عالي والستورج تانك ده بريشر قليل، ده كمان البريشر فيسل ديت الليفل بتاعها عالي، ففي ستاتيك هيد، فبحط بامب تتغلب على كل القوه ديت وتروح تدخل للبريشر تانك. هل ممكن يكون ليها البامب يكون ليها وظيفه تانية؟ هي ليها وظائف كتير. انا ممكن استخدم البامب وما ارفعش البريشر الا بنسبه صغيره جدا، وديت لما اكون عايز فلوريت عالي جدا، ودي برضو اكيد بعض الكيزس اللي بتقابلنا وموجودة. ممكن ان انا عندي مثلا هنقل فلويد داخل بايب لاين وفيه هيد لوسس عالية او فريكشن لوسس عالية جدا، فالحل الاسلم هنا ان انا اعمل ايه، ان انا احط بامب تتغلب على الهيد لوسس ديت، وده بيسموه بايبنج سيستم او اي نظام لموضوع المواسير ده، عشان نحرك الفلويد داخل البايب لاين. دي الاوبجكتيف ببساطه. طيب شكل البامبس ديت والكلاسيفيكيشن بتاعتها وشغلها بيكون ازاي، ده اول نوع منها. النوع الانواع بتاعه البامبس بتنقسم لنوعين اساسيين، من ناحيه الطريقه اللي بنضيف بيها الطاقه، لان هي عباره عن ماشينز بنضيف لها ميكانيكال انرجي، بتضيفها تحولها لفلو انرجي داخل البامب ديت. طيب الميكانيكال انرجي ديت بيكون طبعا مصدرها يا اما الكتريك موتور او حتى تربين او حتى هيت انجن، بيكون لها اي مصدر يعني. المهم ان احنا لو بنضيف الطاقه دي، الشكل اللي بنضيفه، لو الطاقه اللي بنضيف بيها دي اللي بنضيفها دي بشكل مستمر، فبنسمي الطاقه بنسمي الطلمبه في الحاله ديت ان هي اسمها كايناتيك او روتو دايناميك الحركيه، ودي من اشهر الانواع اللي موجوده في الصناعه، واشهر نوع منها هو السنترفيوجال بامب، واكيد غالب يعني واجه اغلبنا او كلنا، سواء من ناحيه الدراسه او حتى من ناحيه الشغل. طيب وزي الصوره اللي قدامنا ديت بتوضح ببساطه خالص فكره عمل السنترفيوجال بامب.
بيبقى عندي فلو ماشي في البايب لاين، بحط له بامب، فالبامب ديت اللي قدامنا بيتحرك، الحديده اللي بتحرك جوه ديت اسمها الدافع او الامبيلر. الامبيلر ده لما بيتحرك بيضيف كايناتيك انرجي للفلو او الفلويد، وبعد كده الفلويد ده بيعدي في حاجه اسمها الديفيوزر. الديفيوزر او الفوليوت اللي موجود عندنا في الصوره هنا على اليمين، فوليوت، الفوليوت ده عباره، ده بيحول لي الطاقه الحركيه لبريشر. طيب الطاقه الحركيه اللي موجوده الكينيتيك انرجي دي بيحولها للبريشر ازاي؟ بانه يدخله على الديفيوزر، بيحس عباره عن ماسوره صغيره كده ليها القطر بتاعها بيزيد. طبعا كل ما القطر بيزيد احنا عارفين السرعه بتقل، وبالتالي كينيتيك انرجي بتقل، وبالتالي احنا عارفين الانرجي ده كونسيرفد كوانتيتي، فبتتحول الفلو انرجي المتمثله في البريشر والفلو ريت. طبعا ممكن نقسمها نوع تاني على حسب انواع الامبيلرز. طيب احنا ممكن برضو نقول ان هي انواع الامبيلرز اللي موجوده عندي، لان ده اهم جزء يعتبر، زي الاوبن امبيلر والكلوزد امبيلرز اللي قدامي دول، وكمان بيوريك هنا شكل الديفيوزرز والفيس والفرونت فيس والباك فيس للامبيلرز. كمان بيقول لي في امبيلرز ممكن تسحب من بايب لاين واحد، وفي امبيلرز ممكن تسحب من ناحيتين، وده بيسموها اللي بتسحب من ناحيه واحده سنجل سكشن امبيلر من اسمها، التانيه دبل سكشن امبيلر برضو من اسمها. طيب بالنسبه بعد كده، ادي النوعين اهم، شكل الامبيلرز داخل البامب نفسها بصور جميله جدا، سواء كان اللي على اليمين ده اللي هو الاوبن، واللي على الشمال اللي هو الكلوزد. طبعا كل واحد بيبقى كله استخدامات. طبعا لو عندي الماده دي فيها سلاريز او فيها كونتامينيشنز، فبتدخل على بنحط لها الاوبن ده عشان خاطر ان الكلوز ده هيقفل قدامها، فممكن يحصل لي ايه، كلوتج او كلوجنج للبامب. طيب ايه اللي بعد كده برضو، دي كلاسيفيكيشن داخل الروتري كايناتيك بامب. انا عندي البامب ديت زي ما بيسموها اللي هي الكلوز كابلد بامب، كلوز كابلد بامب، او النوع ده، النوع ده مشهور جدا، او هو اشهر نوع اصلا، لان هو اساسا رخيص، وده بسبب ان الاحمال كلها بتكون على الموتور مش على البامب، فمش محتاج سيل، مش محتاج مش عارف ايه، فكل الكلام ده مش موجود غالبا، وبتكون هي ابسط حاجه. ولكن هي ما ينفعش نستخدمها بان انا اضخ هيدروكربونز خالص بسبب مشاكل، وبالتالي ده نوع يعني ايه خاص بتطبيقات الميه بس. ولكن في نوع طبعا ينفع نستخدمه الهيدروكربونز، وهي البامب اللي قدامنا ديت، ودي بيسموها فريم ماونتد بامبس. طيب ده نوع تاني من نوع البامب، ده نوع السنترفيوجل برضه بنفس الامبيلر ونفس الكلام، وادي الروتر او المحرك موجود معانا اهوت في الصور زي ما بنوضح. نخش بعد كده على نوع تاني من الروتري دايناميك بامبس او الكايناتيك بامبس. النوع ده يعني هو ما اتشهرش للايام اللي فاتت ديت، وهو او حتى لو كان قليل فهو مهم، وهو اسمه البوستر بامب. البوستر بامب ده الفكره هو نفس الكلام، ولكن بيحط اكتر من امبيلر. لما بيحط اكتر من امبيلر، فكل امبيلر بيسميه ايه، ستيج، او بيسموها مالتي ستيج او بوستر بامب. البامب ديت فايدتها ان هي بتديني هيد عالي وفلوريت عالي، وده بيستخدمه في محطة معالجة المية في الغالب. زي مثلا احنا عندنا مثلا ممكن توصل لخمسة وستة ستيجز، وكمان في بعض الشركات موجودة في مصر هنا كمان تمتلك بمبات مشتريها من مصنع مانيفاكتشرز من بره مصر، وعدد الستيجز فيها حوالي 86، ودي شفتها شغالة بالفعل. 86 امبيلر ورا بعضهم بيرفع الضغط غالبا من 50 PSI لحوالي 1800 PSI، يعني كهربا 120 بار. ده الدلتا بي بتاع البامب، ودي بيستخدم عشان حقن المايه داخل ابار البترول. ده نوع تاني من البامبس، وهو المراد او المقابل للروتر دايناميك، هو اسمه البوزيتيف ديسبليسمنت بامبس. الفرق من الاولين، احنا قلنا الفرق في شكل اضافه الطاقه. طيب اضافه الميكانيكال ووركس في الروتري بامبس كانت عن طريق امبيلر وبشكل مستمر. طيب هنا عن طريق بيستون، لو لاحظنا في الصورة عن طريق بيستون، وعن طريق البيستون ده الطاقة ما بتضافش مرة واحدة، لا ده بتاخد بريودك او بتعمل ريسبروكيتنج. ازاي؟ ان هو اول حاجة بيتحرك لورا، فبيعمل كابتشر لجزء او فوليوم من الفلويد،
فبيفتح البلانجر اللي تحت ده او الفالف اللي تحت ده، فاول ما بيفتحه بيدخل عليه الفلويد، بياخد يعمل كابتشر لجزء معين، وبعد كده يرجع تاني يروح ضاخه لاعلى، فالفالف اللي تحت يتقفل واللي فوق يتفتح. ده بالظبط الصوره الموضحه، او الجي اي اف موضح جدا فكره او شكل البامب نفسها. طيب احنا ممكن برضو نشوف نوع تاني من البوزيتيف ديسبليسمنت بامب، وهنا بيعمل كابتشر مش ببستون، لا ده بجير داخل الاسنان بتاعه الجير، بياخد كابتشر للفوليوم ويبتدي يعمل لها درينج في الديستشارج بتاع البامب. بالمناسبه الستريم اللي داخل البامب بنسميه السكشن سايد، واللي خارج منها بنسميه الديستشارج. طب هل ممكن عندنا برضو شكل تاني من اشكال الجيرس غير الجير ده؟ زي كده ادي عندي الفلويد بيدخل داخل البامب، وبعد كده ما بين اسنان الجيرس يحصل كابتشر لجزء من الفوليوم، وبعد كده راح اعمل له ديستشارج في الديستشارج سايد. ده برضه نوع تاني من انواع الديسبليسمنت بامبس. احنا مش هنخش في الانواع كلها بالتفصيل المره دي، ولكن احنا بنعرض الفكره الاساسيه. ده برضه نوع تاني، وده بيسموه الروتري فين بامب. زي ما انت شايف كده الفلويد بيدخل، وبرضه ما بين الفينس ديت على التيبس بتاعت الفينس دي بيبتدي ياخد ايه، ياخد جزء من الفلويد يعمل له ديسشارج الناحيه التانيه. طيب اللينجوس او الترمينولوجيز المتعلقه بالبامب، اي حد يعني يتعامل مع موضوع البامبس هتلاقي بيقول كلمه هيد، بيقول كاباسيتي، بيقول افيشنسي، بيقول بيرفورمانس كيرف، بيقول شات اوف هيد، بيقول فري دليفري، بيقول بي اي بي، بيقول ديوتي بوينت، بيقول في اف دي، بيقول ان بي اس اتش، فبيقول كلام كتير قوي. طيب احنا ممكن نقول كذا واحده منهم والباقيين هيجوا معانا واحنا بنكمل في لحد نهايه الفيديو. الهيد هنا او الارتفاع مقصود بيه هو نفس فكرة البريشر، لكن بيقسمه على حاصل ضرب الكثافة في عجلة الجاذبية. فلما بتقسم البريشر على الرو جي بيديك وحدة طول، فبيسموها هيد ارتفاع. طيب ده بالنسبة للشغل بتاع البامبس. ليه؟ لان هو بيكون اسهل اثناء الشغل، يعني البامب دايما بترفع لمكان اعلى لمكان اقل، فبتبقى اسهل في المعادلات بان انا ايه اتعامل مع الاطوال، اسهل من ان انا اقعد احول البريشرز او ان انا احول ارتفاعات لبريشرز. يعني ده كل الموضوع. الكاباسيتي المقصود بالكاباسيتي لكل يونت بيبقى لها كلمه كاباسيتي دي برضو، بس كل يونت ليها ما يخصها. طب الكاباسيتي هنا للبامب المقصود بيها الفلوريد بتاعها، الجي بي ام، الجالون بير مينتس. الافيشنسي نخلي الافيشنسي دلوقتي، ولكن خلينا نقول ايه هو البرفورمانس كيرف. البرفورمانس كيرف هو الكيرف اللي بيكون مرسوم فيه. طب او احنا من الاول خالص احنا عارفين الدرايفر ده بيدي انرجي، طب الانرجي اللي بيديها هي بتبقى ثابته، اللي هي التورك في الاوميجا او التورك في او التورك في السرعه الزاويه. طيب بما ان التورك ده ثابت فاذا هيديني انرجي ثابته، فالانرجي ثابته اللي هي عباره عن ايه، الفلو انرجي اللي هي البريشر في الفوليومتريك فلو ريت. فانا لو ضربت البريشر في الفوليومتريك فلو ريت لازم يديني عند اي نقطه يديني ثابت، يعني لو غيرت لو زودت الهيد دي يقل الفلو ريت، والعكس او لو زودت البريشر يقل الفلوريت. ودي تعرفها ببسيطه خالص، احنا لو ضربنا البريشر في الفلوريت هيديني وحده جول اللي هي وحده طاقه برضه. طيب بالنسبه كده، طب لو احنا عند سرعه ثابته نقدر نجيب شكل الفلوريت او شكل الهيد كفانكشن في الفلوريت. ولو رسمناها علاقه منحنى يعني او علاقه بيانيه بيديني ما يسمى بالبرفورمانس كيرف او الكاركترستيك كيرف للبامب، وده اللي هنشوفه قدامنا هنا. ده عنده سرعة واحدة بس، لان لو اختلفت السرعة فانا باختلفت الانرجي، فبالتالي هيديني كيرف تاني. طيب ادي عندي هنا على الشمال ادي البومب. طيب لو انا البومب ديت مشغلة ورحت جدلا انا قفلت قدامها، فهنا هيديني هد عالي جدا وهيديني فلوريد زيرو لان انا مش شغال، فهيديني ايه، هيديني هد عالي جدا ويسميه الهد ده الشات اوف هيد. وعنده بتكون الافيشنسي اللي لاحظنا تحت زيرو. ليه؟ لان انا عندي ما بضيفش ورك اصلي، يعتبر ما بضيفش ورك على السيستم اصلا، ما فيش مش فاليبل، مش شغال، يعتبر مش شغاله كده قدام لان انا قافل. طيب الحاله الثانيه لو انا افترضت برضو ان هي هتدي فلوريت عالي جدا وهد زيرو، يعني كل الطاقه اللي تدخلها ليها هتديها لي فلوريت، فدي برضو حاله ثيوريتيكال برضو بنسميه الفري ديليفري.
كل ما بتقرب من الفري ديليفري او حتى الشت اوف هيد، الافيشنسي بتاعت البامب بتقل. الطبيعي ان انت الاوبريتنج بوينت بتاعتك او الشغل النقطه بتاعتك، الفلوريد بتاعك والهيد بتاعك بنسميهم الاوبريتنج بوينت اللي احنا شغالين بيهم، بتكون ما بين الاثنين. فانا عندي الريكوايرد هيد عايزه من البامب، فالطبيعي ان انا اروح ماشي اشوف الريكوايرد هيد ده فين على الكاركترستيك كيرف، وابقى عارف مين هطلع مين الفوليومتريك فلوريد. يبقى انا عشان اخلي البامب دي على نفس السرعه هقول لها عايز الهيد ده، فالطبيعي انها هتطلع لي ايه، هتطلع لي الفلوريت معين محدد كده. بقت الديجري اوف فريدم عندي انا حاجه واحده بس، يا اختار الفلوريت يا اختار مين الهيد. طيب إيه ودي شكل المعدل اللي في الاخر ده. ده احد اشكال الكاركترستيك كيرف الاتش كفانكشن في الفوليومتريك فلوريت اللي هو الكيو. طيب ما بين الشات اوف هيد وما بين الفري ديليفري بتكون في بوينت اعلى افشنسي بيسميها البي اي بي او البيست اوبريتنج بوينت. دي افضل نقطه تشغل عندها، وغالبا يعني انت مش ما تقدرش تشغل عندها يعني، اللي هي بتديني اعلى افشنسي. ولكن ممكن برضو بالتظبيطه تانية زي ما هنشوف في خلينا مثلا نشوف الكيرف ده احد الكيرفات لبعض الكاركترستيك كيرف للبامب. طب الكاركترستيك كيرف للبامب ده المفروض عندي ادي عندي على المحور الاوفركل كاباسيتي وعلى المحور الرأسي الهيد، وعندي كيرفات. الكيرف اللي هو باللون الازرق ده اللي هو الكاركترستيك كيرف بتاعي. طيب باللون الاخضر ده ما يعبر عن الافيشنسي بتاعتي. فكل الافيشنسي بتاعتي كل اخضر هتلاقي عليه حاجه نسبه في الميه 50 مش عارف ايه 70 74. فكل ما بتقرب من ناحيه اليمين بيقل وكل ما راح الشمال بيقل، ولكن في النص هتلاقي فيه 78 و80 واعلى قيم ليه، وهي دي بيسموها البيست اوبريتنج بوينتس للبامب اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول. طيب في حاجه تانية مهمه بنلاقيها على الكاركترستيك كيرف ده، وهو ما بيسميه النت بوزيتيف ساكشن هيد. طيب ممكن نرجع لورا نتكلم عن الافيشنسي اكتر. ايوه ادي المعدل الانرجي ديت اللي انا الانرجي ايكويشن اللي بطبقها على البامب. زي مثلا انا دلوقتي عندي الليت ايسو وعندي الاوت ليت اللي انا محتاجه، ومنهم بقدر احسب البامب او الهيد بتاعت البامب او الهيد اللي انا محتاجه من البامب، واروح على كاركترستيك كيرف اشوف برضو الفلوت اللي انا عايزه، واروح مغير مين، اروح مغير سرعه الدرايفر. وهنا تيجي الاهميه. طيب ادي عندنا مثلا الهورس باور او عندنا ال H بتاعت البومب عبارة عن الايتا اللي هي الكفاءة فيها، ايتا بي اللي هي الكفاءة بتاعت البومب، والدبليو دوت ده الباور اللي بيدخل من الموتور واللي بيسميه البريك هورس باور، وده اللي بيدخل من الشافت بتاع الموتور. طيب الام دوت ده الفلوريت ماس فلوريت، والجي اللي هي عجلة الجاذبية. طيب عندنا كمان الايتا بي ديت اللي هي عبارة عن الورك اللي هو اللي هو ادت للبامب او اللي البامب خدته على اللي انا مدخله بالبريك هورس بالشافت بتاع البامب. طيب اللي اخدته البامب بالفعل بيسميه الووتر هورس باور، واللي بيضاف بالشافت بيسميه البريك هورس باور. طيب احنا هنا خلاص عرفنا ايه هو الاثنين. طيب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ اذا يعني مش المفروض هو اللي بضيفه هو اللي بتاخده؟ لا، بيبقى في فرق بسبب الايدس اللي بتحصل داخل الكيزنج، وبيكون فرق برضو ده اللي هي الدوامات اللي بتحصل، بيكون فرق في الليكج، ممكن يكون يديني فرق تاني بسبب الفريكشنز وهكذا. طيب عدينا الموضوع ده وقلنا خلاص خلصنا موضوع الافيشنسي. نيجي بقى لمهم عندنا جدا في الاوبريشن وما يسمى بالنت بوزيتيف ساكشن هيد ان بي اس اتش. طيب انا دلوقتي عندي بامب والبامب ديت شغاله، فانا المفروض يكون داخل عندي بريشر معين وسرعه معينه عشان ما يحصلش اللي هي ظاهره الكافيتيشن، ودي هنتكلم عنها بعدين. طيب
ادي النت بوزيتيف سكشن هيد ده، فبيدي لي البريشر اللي داخل مع السرعه اللي داخله للبامب اللي هي المفروض تكون موجوده عندك وانت بتشغل الترومبه. طيب هل ليه يعني ليه انواع تانيه؟ ليه انواع تانيه هتكلم عنها بالتفصيل في الاخر. طيب عندي برضو بعض القوانين اللي بتطلع من الدايمنشنال اناليسيس، ومش هندخل في التفاصيل، ولكن هناخد واحده منها لاهميتها، وهي الافينيتي لوس مثلا، هي قوانين التماثل او قوانين من الدايمنشنال اناليسيس. ده واحد من ضمن القوانين، بيقول لك لو انا عايز اغير الهيد بتاع البامب فالمفروض اغير او احط سرعه قد ايه. فبيقول لك ده احد القوانين، بيقول لك الاتش بي على الاتش اي يساوي الدبليو بي على الدبليو اي تربيع في الدي بي على الدي اي لكل تربيع. الفرق هنا بالظبط سهل خالص، هو او الرموز يعني البي ديت بيقول لك اللي هي الحاله بي، والاي اللي هي حاله اي، وادي الاوميجا دي معروفه السرعه، والدي اللي هي الديامتر بتاع الامبلر. طيب بفرض ان انا عايز بامب شغال عندي والمفروض هضاعف الهيد اللي هي بتديهولي، يعني مثلا هي بتديني هيد 20 فيت انا عايزها تديني 40، فانا المفروض اغير السرعه بتاعه الدرايفر اللي هو الفي اف دي فاريبل فريكوانسي او فاريبل فريكوانسي درايفر في اف دي. فالمفروض ان انا اغير التردد بتاعه ازاي، او اخلي الاوميجا الجديده تكون ايه. فهعوض في العلاقه البسيطه خالص ديت، بما ان انا نفس البامب ما غيرتش الامبلر، فالجزء الاخير اللي هي الدي بي على الدي اي ده بواحد فخلصنا منه، فقاعد عندي الاتش بي على الاتش اي يساوي الاوميجا بي على الاوميجا اي لكل تربيع. وبالتالي بقول اذا كان الاتش بي هيساوي 2 اتش اي، يعني انا عايز اضعف الهيد، فهقول ان الاوميجا بي على الاوميجا اي لكل تربيع يساوي 2، يعني الاوميجا بي على الاوميجا اي يساوي اللي هو جذر 2 اللي هو 1.41%. اي ان انا عندي السرعه لو ماشي واحد مثلا باي سرعه فضربها في واحد وضربها في جذر 2 تطلع لي السرعه الجديده اللي هتضعف لي الهيد. طيب نشوف بعد كده البامبو ومشاكلها. طيب اللي قدامنا ديت هي سنترفيوجال بامب. طيب هنتكلم باستفاضه هنا عن موضوع النت بوزيتيف سكشن هيد اللي هو كان موجود على الكاركترستيك كيرف، واحنا قلنا ببساطه وعدناه، ولكن هنا نتكلم عنه ببساطه شويه. طيب انا دلوقتي عندي بامب، والبامب ديت شغاله بالفعل، فانا عايز اعرف هل البامب ديت او ممكن وهي شغاله بالفعل كده وهي بتسحب عند النقطه اللي هي بيدخل عندها الفلو دي بيسموها الاي بتاع الامبلر. طيب البامب وهي بتسحب فالمفروض ان الفلو بيدخل عليها وهي بتدي ايه تضيف له كايناتيك انرجي. طيب لو انا الفلو اللي داخل ده حصل له فابورايزيشن، لو حصل له فابورايزيشن يعني هيديني جازس. طيب هو لو جاز نفسه النون كوندنسبل جازس مش هيسبب نفس المشكله، يعني هيبقى ايه هيقلل الافيشنسي شويه وخلاص، يعني لو كانت كميه كبيره هيوقف الشغل. اما المشكله كلها لو حصل للليكويد نفسه فابورايزيشن. ليه؟ لان هو بيجي عند النقطه اللي داخل بيها بيبقى البريشر قليل، فالبريشر لما بيقل الليكويد نفسه بيحصل له ايه فابورايزيشن. بعد الامبلر على طول البريشر بيزيد، فالبابلز اللي اتكونت من الجاز بيحصل لها كولابس، وبتاع كده بتدمر مين الامبلر والكيزنج والبامب كلها، ممكن تسبب في انها تنفجر اصلا. طيب فدي كانت فايده النت بوزيتيف سكشن هيد. فانا لازم اول حاجه اعملها ايه، اروح جاي عند القلت واقيس البريشر واشوف الفلويد اللي انا شغال بيه واحسب منه السرعه من الكروس سكشن الاريا، واشوف الفلويد اللي داخل عندي ده الفيبر بريشر بتاعه بكام، واروح معوض في العلاقه اللي عندي الموجوده ديت، فاعرف الافيلبل نت بوزيتيف سكشن هيد. دي بقى اللي انا بحسبه ده ايه الافيلبل. طيب المانيفاكتشر بتاع البامب بيشغل نفس البامب بالشكل ده ويسيبها لحد ما يحصل ايه الكافيتيشن، ويروح مسجل الهيد ويسجل الفلويد اللي هو البريشر اللي داخل، وبعد كده ياخد ايه يروح جاي على الكيرف ويرسمه لك. طيب فايدته ايه؟ ان انت لما تحسب الافيلبل هنا لو لقيته عند نفس الكونديشن اللي انت شغال عندها اللي هي الهيد والفلوريد يساوي نفس اللي هو الافيلبل يساوي نفس اللي هو الرننج اللي موجود على الكيرف، يبقى كده البامب ده بالتاكيد هيحصل لها ايه، هيحصل لها كافيتيشن اللي هي ظاهره التكهف اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه. طيب برضو لازم نكون
اوير بحاجه معينه. هو هل دي المشكله الاساسيه؟ المشكله دي غالبا احنا بنتجنبها بان احنا بنكون ضامنين اساسا اثناء الشغل ان يكون الهيد اللي داخل ده عالي جدا، ان هو يعني هو بعيد عن موضوع الكافيتيشن اثناء الرننج. لكن المشكله كلها في اثناء البدايه. طيب اثناء البدايه والبمب هتسحب او هترفع الضغط. اولا السرعه بتزيد بتاعت الفلويد اللي جاي، يعني هو سرعته زيرو فسرعته بتزيد. طيب اذا ان لما السرعه بتزيد مش دي كايناتيك انرجي؟ طيب البامب ده بقى اب ستريم، يعني هي بعد الستريم، يعني اللي هيزيد السرعه الانرجي دي هتيجي منين؟ هتيجي من البريشر بتاع الفلويد. فبالتالي اول ما بتسحب البامب البريشر قبلها بيقل، ودي تلاحظها على الجيج. ليه؟ لان ابتدى يتحرك الفلويد فخد انرجي من البريشر اللي موجود للفلويد اللي موجود فيه، فبالتالي البريشر قل. طب ما دام البريشر قل فممكن يوصل لنقطه ايه؟ نقطه الفابورايزيشن، ويحصل لي فيبر ويسبب لي كافيتيشن. فدي اثناء الرننج بتبقى مشكله كبيره، واللي هو المفروض تكون اوير بالحته ديت اثناء الشغل، لان لو حصل لها كافيتيشن زي ما قلنا ممكن تنفجر. في برضو بعض الديزاينرز بيعمل حاجات مهمه قبلها، بيجي يحط الاسكريو قبل البامب على الشكل الشمال ده. السكريو اللي بيضيفه ده فايدته بسيطه خالص، ان هو يرفع لي البريشر عشان النقطه ديت. لما بيرفع لي البريشر الاولاني ده ويدي الكايناتيك انرجي المطلوبه، يبقى صار ان انا شغال فين؟ في المنطقه الامنه، ما روحتش عند ان ممكن يحصل ريدكشن للبريشر في الاول، او حتى ممكن بسبب الهيد لوسس نفسها بسبب انها هيتحرك. فيبقى عندي بقى انا كده ايه، طلعت من منطقه ان انا ممكن يحصل عندي كافيتيشن. طيب اتكلم في الجزئيه اللي يعتبر الاخيره، وهي البروسيس سيفتي المتعلقه بالبامب. طبعا البامب بيحصل فيها مشاكل كتيره، وحتى لو دورت على النت هتلاقي مشاكل كتير في مصانع كتير، وممكن الناس اللي بتشتغل بالخبرات طبعا اكيد قبل حاجه زي كده. ولكن في برضو بعض التشيك ليست اللي احنا ممكن ناخد بالنا منها اثناء الشغل، وهي ان انا اول ما اجي ابتدي ان انا اتشيك على البولس المسامير والبايب لاين كونكشنز وكل الكلام ده عشان ما يحصلش عندي ليكج ولا ولا ولا. وكمان حاجه تانية، ودي من اكبر المشاكل اللي ممكن تحصل، ان انا اشغل البامب والسكشن فالف مقفول، يعني انا قافل عليها ومشغلها. ممكن اعمل حاجه تانية اللي هي بتحصل فيها مشاكل برضو، ان لازم ابقى اتشيك على الجيج واتشيك على كل حاجه ان هي شغاله بالظبط، لان ممكن يديني قراءه غلط فاعوض مثلا في النت بوزيتيف سكشن هيد كده فيديني غلط يحصل لها كافيتيشن. كمان ممكن نعمل تشيك على الديسشارج فالف، لان لو الديسشارج فالف انا قافل قدام البامب، فخاصه لو كانت بوزيتيف ديسبليسمنت وانا قافل قدامها، فبالطبيعي ان انا هلاقي البامب حصل لها ايه، حصل لها فرق، يعني ليها فرقعت، يا اما البايب لاين فرقع حصل فيها اي مشكله. كمان خاصه لو البامب تديني في هيد عالي. كمان احنا بنقول ان برضو الفالف اللي بعد اللي هو ديسشارج فالف ده، انا ممكن يعني ايه ما افتحوش قوي، يعني مثلا اخلي فتحه معينه بحيث يديني باك بريشر على البامب عشان ما عديش النت بوزيتيف سكشن هيد. ودي برضو بعد احد الحلول اللي بعملها اثناء الاوبريشن. طيب البامب ترابل شوتينج، هو ممكن يحصل ايه في البامب؟ وايه الاعراض اللي ممكن اشوفها؟ وازاي اعالجها؟ وده الثري كولونز اللي موجودين قدامي في الجدول. طيب اول حاجه ان انا ممكن يحصل عندي هوت بيرنج. البيرنج ده اللي هو السندات، او بالبساطه خالص كده بالبلدي رمان البلي. طيب لو سخن او حصل فيه ارتفاع في درجه الحراره، فالغالب ان يكون اللوبريكيتنج بتاعه مش كويس، او حصل فيه كونتامينيشن، والطبيعي يا اما بغيره او بشوف نوع احسن منه وهكذا. ممكن اللوب ده يكون شحم اللي هو الشحم العادي، او ممكن يكون اللوبريكيتنج اويل او زيت التزييت او التشحيم. ممكن يكون حصل فيه هو نفسه مشكله فاحنا بنحتاج ان احنا نصلحه او حتى نستبدله. ممكن برضو يحصل عندي مشكله تانية، واكسسيف ميكانيكال سيل ليكج، وديت برضو من اكبر المشاكل اللي ممكن تقابلني، ان حصل في السيل ديت اللي هي زي ما بيقولوا كده السداده، اللي هي
داخل عند شافته من الموتور داخل على البامب، فعشان ما يحصلش ليكج فبحط السيل ده عشان يسد ما يطلعليش الفلود من البامب. وده مشكلته مشكله، يعني لو حصل ليكج في ماده كيميكالي او كيميكال رياكتيف او حتى الماده دي تسمى توكسيك، فدي بتعمل مشاكل كبيره جدا، ممكن كمان يعني بعض المصانع سببت انفجارات. طبعا ما دام حصل فيها مشكله ففي الغالب يا اما بنعملها ريبليس او حتى بنغيرها. طيب كمان حاجه تانية عندنا ودي من اكبر المشاكل، ان الاعراض بتاعتها كتير. طيب ايه منها؟ ايه اللي هي ان الفلو يقل، او حتى ان البريشر نفسه الديسشارج بريشر بتاع البامب يقل. فاول حاجه ادور عليها ان ممكن يكون حصل ليكج، ليكج ده القبل في السكشن، فبالتالي دخل هواء، فبالتالي مش هتاخد البامب الكباسيتي كلها للفلويد، مش هتضيف الفلويد كله، وبالتالي هيحصل عندي ريدكشن للبريشر. فالحل ان احنا نعمل تشيك على السكشن بتاع البامب. كمان ممكن يكون السبب فيها ان احنا قلنا برضو ان الورك اللي بيضاف من الدرايفر معتمد على السبيد بتاعته، فممكن يكون حصل فيه مشكله الدرايفر نفسه والسبيد بتاعته قلت، فبالتالي لازم نتشيك على الموتور برضو نشوف ايه السبب، يعني حيث لو في تغير في السرعه بتاعته يبقى المشكله في الموتور مش في البامب. او كمان ممكن يكون النت بوزيتيف سكشن هيدر اتكلمنا عنه قليل جدا، وبالتالي لازم عمل لي مثلا كافيتي او سبب لي اي مشكله، فاحنا لازم نلحق البامب في الحاله ديت، وان احنا نعمل تشيك على السكشن سايد سواء كان فلو ريستريكشنز، يعني ازود الفلو بتاعه او الفالف قبلها قفل او اي حاجه، او حصل اير ليكج برضه ممكن يسبب لي نفس المشكله. برضو المشاكل اللي ممكن برضو تسبب لي ان البريشر او الفلو يقل، ان يحصل زي كلاج ساكشن لاين او يتقفل، وده غالبا بيبقى سترينر او الفالف او اي حاجه اتقفلت او سبب اي مشكله او حصل فيه اي قفل بسبب كونتامينيشن او اي او ان كان يعني. او ممكن يكون الامبيلر نفسه حصل له كلوجينج، وده المفروض يا اما يعني يتنظف او بمعنى صح يعمل له كليننج بالكيميكالز، او حتى يروح للديسسمبلي اللي هو او الورش ان هو يتفك ويتعدل من جديد، او يعني يعمل له ريبير يعني. كذلك لو حصل له دامج فده برضه بيروح للديس اسمبل عشان يتغير. رونج روتيشن، فان يكون البامب نفسها بتلف في اتجاه غلط فطبعا بترجع للموتور. برضه كذلك لو حصل وورن بامب او حصل فيه مشاكل نفس ده البامب، مثلا حصل كافيتيشن البامب باظت اصلا، ف او حصل كافيتيشن والامبيرر نفسه حصل فيه زي بيتس او بيتنج او ثقوب كده، فبالتالي ما بيشتغلش بالكباسيتي بتاعته كلها وبيعمل ريتيرن فلو، فبتروح برضو للديس اسمبلي يحصل لها ريبير او تتصلح. ممكن ما يبقاش لو، بس ده يبقى نو فلو نهائي، يعني مفيش فلو بالمره، البومب شغاله ما بتديش فلو. ابسط حل ان هي مش طايله الليكويد اللي هي تضخه اللي جواها غاز، فاحنا لازم نعمل له فنتيشن، فبيبقى في مكان كده تعمل فنتيشن للهواء تطلعه في الجو يعني، وتدخل لها الفلويد اللي هي تضخه اللي هو الليكويد، وده اسمه البرايمنج. في بامبس ما بتحتاجش الكلام ده، هي اسمها سيلف برايمنج، فهي بتعمل الكلام ده لوحدها. ممكن برضو يكون السرعه قليله زي ما قلنا في الاول، ودي نعمل تشيك على الموتور. وفي ممكن يكون الامبيلر نفسه حصل فيه مشكله فبيرجع يحصل ريتيرن فلو، مش قادر ان هو يضيف انرجي. ممكن برضو الامبيلر نفسه يكون حصل له بلاجنج، او ده نفس الكلام برضو بتاع الكيس الاولانيه، وكذلك بالنسبه للرونج روتيشن. وكمان لو الديسشارج فالف او الفالف اللي هو في الاخر اللي هو في الديسشارج سايد قفل، ولو قفل دي برضو مشكله، واحنا المفروض يعني يكون مفتوح في الغالب. طيب بعد كده البامب فايبريشن اكسسيف، ان يحصل فيها فايبريشن، غالبا الفايبريشن بيكون بسبب الامبيلر لو الامبيلر حاصل فيه مشكله، وغالبا مشاكل الامبيلر كلها بتتعلق بالكافيتيشن.
دي كانت بعض التشيك ليست كده للترابل شوتينج. ودي كيز عندنا للفيلرز، الفيلر اللي ممكن يحصل للبمب. دي اول حاجة، دي كانت بسبب الليكج، حصل ليكج والمادة قبل الاشتعال راحت اتولعت، ده بأبسط حاجة. ده وده بسبب السيل، السيل ليكج. دي مش البمب، لا ده جزء منها، يعني ده جزء منها طاير في حدود 120 متر بعيد عنها، وده بسبب ان حصل لها ديد هيدنج. الديد هيدنج ده اللي هو البمب نفسها هي سنترفيوجل، ولكن الفالف اللي قبلها اتقفل والفالف اللي بعدها اتقفل، فلا في تشارج ولا ديس تشارج، وفي شويه ليكويد جوه. الليكويدز دول كانوا هيدرو كاربونز. طبعا لما بتضيف الكينيتيك انرجي هتروح فين؟ ما بتحولش لبريشر، ده مقفول قدامها، فبالتالي بتتحول لهيت، ولما اتحولت لهيت وصلت درجه حراره عاليه جدا فتمددت فحصل الاكسبلوجن. طيب ايه الفيلر مودز؟ احنا زي ما احنا شايفين قدامنا كده ممكن يكون بسبب ستوبنج، وقفت، او ديد هيدنج زي ما قلنا قفل قدام قبل وبعد، كافيتيشن، ممكن ريفرس فلو، ممكن سيل ليكس. زي ما اتكلمنا عن السيل ليكس والديد هيدنج والكافيتيشن، الستوب الستوبنج ده اللي هو ان مثلا حصل وقف، مثلا الكنترول سيستم وقفها، حصل فيلر ميكانيكال، حصل فيلر باور، فيلر كهرباء اتقطعت. الريفرس فلو ده بيبقى مشكلته ان البامب مثلا بترفع لهد عالي او لمكان عالي ووقفت، فلو وقفت البريشر او البريشر فوق عالي فهيرجع، هيحصل ريفرس فلو، فالفلو هيمشي في الاتجاه المعاكس، ولو مشى في الاتجاه المعاكس فكده عندنا مشكله، وبالتالي غالبا بعد البامب بيكون في تشيك فالف اللي هو بيسمح للفلو في ان هو يسير في اتجاه واحد بس. ممكن ناخد من دول، طبعا في مشاكل كتير جدا ممكن تتعلق بالبمب، ولكن احنا ناخد في الفيديو ده الكافيتيشن بس ككيز نتكلم عنها. هو ايه اللي ممكن يسبب كافيتيشنز؟ اول حاجه لو البمب نفسها شغاله والرننج ان بي اس اتش قل، او الافيلبل ان بي اس اتش يعني قل لحد ما تساوى مع الريكوايرد، فبالتالي هيحصل كافيتيشن، هيحصل الفابورايزيشن ويحصل لها كافيتيشن. طبعا في الغالب في معظم المصانع، او يعني حتى برضو احد المصانع اللي انا شفتها كان حتى مصنع سكر وكانت البومب بتشتغل، فبيجي يبداها فيروح قلل البريشر، فهو ما كانش واخد باله ان هو لما هيبدا هيسحب، هيبتدي الفلو هيتحرك اول مره، فبالتالي دي كايناتيك انرجي فالبريشر نفسه، فبتاخد البريشر الاولاني فالبريشر نفسه بيقل على ما انا قايسه، وده غير الفريكشن لوسز، فبتقل عن الريكوايرد نت بوزيتيف سكشن هيد، وبالتالي بيحصل فابورايزيشن، وبالتالي بيحصل الكافيتيشن وتنفجر البامب في الغالب. وبعد كده عندنا السبب الثاني او السبب الاخير، ان يحصل هيد لوس عالي جدا قبل البامب يسبب لي فيها ان الان بي اس اتش يقل ويسبب الكافيتيشن. طيب الهيد اللي بيقل ده كأن الفالف اللي قبلها، لو الفالف اللي قبلها اتقفل شويه فهيعمل ريدكشن للبريشر، وبالتالي ممكن يوصل للحاله دي. ده اخر حاجة قدامنا كيز ممكن نتكلم عنها، وهنشوف ايه اللي ممكن يحصل، يعني هنحط يعني ايه زي مشكلة للفيديو اللي جاي. طيب اول حاجة احنا عندنا عبارة عن زي فلاش يونت، وفي بامب تسحب منها، وارتفاع الارتفاع يعني الهيد اللي قدامها ستاتيك هيد عند 20 فيت، وقال لي البريشر فوق على 10 بي اس اي جي، وتحت اللي هو قبل البامب بالظبط 15 بي اس اي جي، والتمبرشر 140 فهرنهايت. طيب البامب هنا هنحسب اول حاجه نتعامل معاها ان احنا نشوف نحسب الافيلبل نت بوزيتيف سكشن هيد. طيب الافيلبل هو عندي كام؟ عندي 10 فوق، فاحنا نحسب الافيلبل ازاي؟ قلنا من المعادله بتاعتنا فرض ان هي لسه هتبدا، فالفلوسيتي بزيرو، فنحسب البريشر اولا. فحسبنا البريشر اولا هنلاقي ان انا عندي البريشر اللي داخل عباره عن 15 بي اس اي جي، وعندي كمان 10 بي اس اي جي اللي هو الفيبر بريشر، لان هنا حصل فيبر ليكويد ايكوليبريم، فده الفيبر بريشر، فيبقى 15 ناقص 10 يبقى انا عندي الافيلبل هيد قد ايه؟ حوالي 5 بي اس اي جي،
وده السبيسيفيك جرافيتي حوالي 0.58 58%. فلو حولتها من البي اس اي جي بالسبيسيفيك جرافيتي فهيديني غالبا في هيد في حدود الهيد في حدود ما يقترب مثلا من 20 فيت. فاذا لو شفت الهيد اللي هو 20 فيت ده ورحت على كاركترستيك كيرف بتاعها اشوف الريكوايرد نت بوزيتيف سكشن هيد عند 20 فيت، هلاقي ان الكافيتيشن بيحصل عند فلوريت 250 جي بي ام. يبقى انا عندي الماكسيمم فلوريت هو 250. طب فرض ان انا عايز اشتغل عند 300، فانا كده عايز في حدود مثلا 25 فيت. طب في الحال ده هعمل ايه وانا ما عنديش غير 20 بس؟ كده دخلنا في مشكله ان انا عرفت ان انا لو شغلت البمب هيحصل كافيتيشن. طيب احلها ازاي المشكله ديت في الفيديوهات الجايه باذن الله. وكان معكم المهندس يحيى العارف، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.